فروم وانا من قناة بتاعت ألماني ودي قناتي. أتمنى قبل ما تشوفي الفيديو تعملي سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير مع أصحابكم للفيديو اللي بنزلها. النهاردة هتكلم معاكم على إنزاكتن. إنزاكتن وهنكتشفها كمان بالدويتش وكمان بالعربي. إنزاكتن وهي الحشرات زي ما واضح ليكم في الصورة. إنزاكتن هنتعرف على معظم الحشرات أو الإنزاكتن الموجودة معانا في الطبيعة بالدويتش وكمان أغابش وهنعرفها واحدة واحدة. فيلا بينا على طول على الفيديو. شمتالينج 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 bedeutet فراشة. gut gemacht. شمتالينج فراشة. ومعنا كمان صورة تانية للشمتالينج موجودة. شمتالينج شمتالينج. نمرة 2 ليبل 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 bedeutet يعسوبة. ليبل وهي دي الصورة بتاعتنا. بينة 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 bedeutet نحلة. gut gemacht. بينة نحلة. بينة والنحلة كمان من الحشرات الموجودة في الطبيعة مشهورة جدا. مك 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 وهي الناموسة. مك أميزة 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 bedeutet نملة. أميزة مارين كفر مارين كفر مارين كفر مارين كفر bedeutet زي ما واضح ليكم في الصورة يعني خنفسة. مارين كفر مارين كفر. غوبة 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 bedeutet اللي هي بنسميها دودة اللي هي 44 اللي بيطلع منها الفراشة اسمها غوبة. أميزة أميزة ودي شفناها مع بعض قبل كده بس دي صورة مختلفة للأميزة. ريجن وورم ريجن وورم ريجن وورم ريجن وورم ريجن وورم وهي دودة الأرض أو الدودة اللي بنسموها دودة القز. ريجن وورم فليجة 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 وهي جود جماخت ذبابة أو دبانة. فليجة شبين 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 يعني سبايدر اللي هو العنكبوت. شبين شنكة 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 وهي الحلزونة. شنكة فيسب 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 وهو الذكر بتاع البينة النحلة اسمه فيسب فيسب
Eidechse. 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 Eidechse, زي ما واضح في الصورة, برص. Eidechse auf Deutsch. Eidechse. Wurm. Wurm. Wurm, وهي الدودة. Spinne. 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 ودي صورة تانية للسبايدر أو للشبينة, شبينة اللي موجودة في الطبيعة. وأخيرا مارين كافا. مارين كافا. مارين كافا, وهي الخنفسة أو بعض بيسموها الدعسوكة, أيا كان الاسم أو شكلها, هي ده اسمها بالدويتش, مارين كافا. كده نهاية الفيديو, تكلمنا عن الإنزكتن الموجودة معنا في الطبيعة. أتمنى أكونوا استمتعتم واستفدتم بفيديو اليوم, وأشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. يلا دانكو.